تستمر وزارة الأوقاف في إطلاق برامج الدعوة الإلكترونية كالتلاوات القرآنية والابتهالات الدينية عبر منصاتها الدعوية وبوابتها الإلكترونية، وذلك في إطار أنشطة الوزارة الرمضانية. من جانب آخر، دشنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف سلسلة منتجات الأوقاف للحماية من فيروس كورونا. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة الزميل وليد هيكل من مقر وزارة الأوقاف. وليد، بعد مساء الخير، حدثنا عن أحدث أنشطة وزارة الأوقاف. بعد مساء الخير عمرو، متابعونا معكم من ديوان عام وزارة الأوقاف. وكما ذكر الخبر معك عمرو الآن أن وزارة الأوقاف تستمر في إطلاق أنشطة برامج الدعوة الإلكترونية خلال شهر رمضان الكريم. كذلك عمرو، الأنشطة تضمنت ابتهالات دينية، تلاوات قرآنية لأبرز قراء مصر. لكن عمرو، دعنا نقترب من هذا الخبر أكثر مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. شيخ جابر، ماذا عن برامج الدعوة الإلكترونية واستمرارها طيلة شهر رمضان، وما هي أبرزها حتى الآن من خلال وزارة الأوقاف؟ تحياتي لك والأستاذ عمرو، وكل سنة وحضراتكم طيبين، الشعب المصري جميعا بخير. الحقيقة احنا في بداية رمضان كان لابد ان نستعيد عن خطبة الجمعة وما يلقى على المنابر من دروس، وسواء في المساجد او غيرها، لابد حتى لا يحدث فراغ روحي لدى الناس. قمنا باستعاضة هذا الامر عن طريق الدعوة الالكترونية. شكل معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة لجنة الدعوة الالكترونية برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز امين عام مجلس اعلى الشؤون الاسلاميه، ثم انبثقت منها اداره فرعيه وهي بقياده الدكتور محمد عسكر. هذه الدعوه الالكترونيه عملت على ان اطلاق برامج وعي، وهي التي تنشر جميع ما ينشر لنا عن طريق الدعوه الالكترونيه.